أخبار اليوم. انتخابنا في الدور الاولاني هنا انا باشا انتخاب عن في الدور الاولاني ايه الدور الجاي يا ريس خد من الناس الرقم وبقول لها الراجل هنا استقبلوني من اول ما نزلت من العربيه وجابوا لي الكرسي ونزل سياده المستشار ويعني اخترت براحتي ما فيش تدخل من اي حد والحمد لله وربنا كده يحفظ مصر ويعدي المرحله على خير ان شاء الله ان شاء الله ويبقى لنا برلمان يقدر يعبر عننا وعن ارائنا وعن كل امنياتنا اللي احنا نتمناها لمصر والأحفادنا قبل أولادنا وإن شاء الله إن شاء الله مصر معدية معدية معدية
بينا وبقدرة ربنا ان شاء الله. بتطلبي ايه من المرشح اللي انت انتخبتيه او اللي انت اخترتيه؟ والله ينزل في وسطنا، ينزل في وسط الناس ويحس بيهم ويعبر عنهم ويساهم بقى في سن قوانين تساعد الناس على انهم يعيشوا حياة افضل، وده املنا ان شاء الله، وربنا هيساعد ان شاء الله على تحقيقه ان شاء الله.